هو احنا بنخلي المتوفي اللي هو العايش دلوقتي. لا اله الا الله. الناخد اللي عايش بيروح يعمل في الشهر العقاري توثيق بان هو عايز يتبرع بعد الوفاه. بعد كده بيتم عرضه على اللجنه العليا لزراعه الاعضاء بحيث نقول ان ده يصلح ان هو يتبرع. بعد كده بنخليه يجيب موافقه اول قرابه اولى ليه، سواء اب او سواء الام يعني. تمام. لو مش موجودين بنشوف اقرب قرابه ليه يقدم موافقه، غالبا مثلا بيبقى اخ ليه اكبر او حاجه زي كده. طيب هل في مثلا حملات توعيه هتتعمل؟ ما هو ده بقى اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله باذن الله. ده الاساس في الموضوع، الحوار المجتمعي. الحوار المجتمعي ده اهم ما فيه الاعلام، اهم ما فيه المسجد والكنيسه، اهم فيه ما فيه ندوات في البرلمان تبتدي تطلع لنا حاجات تشبه القوانين في التشريعات. تمام. تطمن الناس ان احنا لما هناخد دي هيبقى ليكم. انا ممكن اروح اقر ان انا عايز اتبرع بعد الوفاه والاقي بعد شهرين انا محتاج الكلام ده من واحد متوفي. محدش عارف مين اللي هيحتاج من مين، هي الثقافه بس تبقى موجوده ازاي اتبرع. بس هو ده. هل هيتم مثلا تشكيل لجنه زي ما حضرتك قلت للشخصيه اللي حضرتك قلتها الكنيسه والازهر وحد يعني، ولا لسه خطه التوعيه ما تمش تحديد ملامحها؟ لا هو ان شاء الله باذن الله احنا بعد ما نحدد، ما خلاص ما نعتمد الصندوق، هنبتدي نحدد ازاي مع القنوات الفضائيه دي ازاي يبتدي الحوارات المجتمعيه من خلال الاعلام، خلال الميديا كلها. هنحدد برضو ايه اللي يتقال في المسجد او في الكنيسة بالنسبة لهذا الموضوع. لنا تطلعات اعلى من كده انها تنزل على المواد التعليمية للطلبة من 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 اعدادي ومن ثانوي. يعني لنا حاجات في دماغنا كتير، افكار كتيرة بنحاول نقول ان شاء الله تمشي، بس لما نبتدي الطريق السليم بتاعنا ان شاء الله. طيب هو في كلام فكرة الحلال والحرام، هل تتوقع ممكن لا احنا اوريدي خدنا ابروف من زمان، من ما هو ما 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 منزلش في القانون الا بعد ما خدنا موافقه من الازهر والكنيسه. يعني احنا خدنا موافقه اوريدي، خلاص خدنا افته بحلاليه هذا الموضوع من الازهر ومن الكنيسه.